طيب حضرتك عشت عصور عظيمه مع نادي الزمالك. نادي الزمالك على الاقل من ساعه وعي انا للكوره يبقى ماشي كويس جدا، وتلاقي الكيرف طالع لفوق وفجاه روح واقع مش نازل سنه سنه، وبقينا متعودين على ده اللي هو الزمالك يكسب دوري موسم موسمين ورا بعض، يكسب كاس، يكسب بطوله افريقيا، وفجاه تاخد فتره مش قليله الفريق عنده مشاكل، وبعد كده يرجع تاني ياخد بطوله بطولتين، فتره الفريق عنده مشاكل. ليه الزمالك ما عندوش الاستمرارية دي على الاقل في العصر الحديث بتاعنا ده؟ يعني في الماضي اللي حضرتك عشته العظيم ده الزمالك كان عنده سلسله من البطولات والانجازات وكان دايما ماشي بشكل كويس. زي ما قلت لك ان الانديه الكبيره دي بيحصل لها عصرات نتيجة طبعا قلنا حاجات كتير قوي، ممكن مثلا مدرب يمشي، مدرب يجي، مدرب كان ماشي بشكل معين بسيستم معين بيجي واحد تاني بيغير السيستم بتاعه، يحط السيستم بتاعه يشتغل بيه، فمن هنا بيحصل ممكن اللعيب ما بيستوعبش بسرعة. احنا عندنا احتراف بس انا لغاية دلوقتي انا ما عنديش قناعة بالاحتراف اللي موجود في مصر. ما عندكش قناعة بيه خالص؟ لا طبعا ما فيش لعيب كورة يبقى محترف وفي بطاقته طالب ولا في بطاقته مش عارف موظف ولا في بطاقة، لا لعيب كرة يكتب في البطاقة أنا لعيب كرة قدم محترف. صح، لعيب محترف ما يبقاش بيدير مشاريع بقى وكافيهات ومطاعم ومصانع. طبعا ده اللي موجود دلوقتي دي خلينا واضحين. صحيح صحيح يعني فطبعا من هنا بيحصل اللي حضرتك بتقول عليه إن النادي ما يبقاش مش ماشي بالطريقة أو عموما الكرة في مصر يعني لازم يحصل، لازم تتعدل، لازم الموضوع يتاخد بنظام ويبقى فيه لوائح ونمشي باللوائح ونمشي بالقوانين لان هي دي اللي هتوصلنا للعالميه زي ما بيقولوا يعني. طيب ايه اللي انت شايفه محتاج يتعدل بكره في الكره المصريه؟ يعني بتقول يعني انا شايف انه يا جماعه انا قاعد من بره اهو بقى وانا جاي لكم من بعيد قوي، انا راجل عندي خبرات عظيمه، في مشكله كبيره ما بتتحلش، حلوها. ايه المشكله اللي انت بتشوفها؟ ما هي انا مشكله يعني هي انت عندك دلوقتي في حاجه بتخلي الدنيا مش كويسه، يمكن يعني نخش على السوشيال ميديا شويه هي اللي ملخبطه الدنيا. صحيح، سواء في انديه سواء في اتحادات. اتحاد الكوره طبعا هو البيت الكبير وهو المنوط ان هو ينظم اللعبه. صحيح، والمفروض ان النهارده القانون او اللوائح اللي محطوطه تمشي على الكل، ما يبقاش النهارده نادي بعينه او اي نادي يعني في مثلا خد في عليه بينالتي في اي حاجه، ممكن البينالتي اللي اتاخد عليه من اتحاد الكوره او من لجنه الانضباط زي ما بيقولوا ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. فدي طبعا دي بتؤدي الى عدم يعني عاد اقول لك ايه هقولها ازاي يعني تبقى تلاقي الناس يقول لك اه طب ما كان في فلان كان واخد جزاء كذا وما اتعملش وما اتحصلش. صح، فبيحصل هنا اللي هو ما تكلش بميكيلين، هو كل واحد تمشي بيه على كل الناس. هو ده اللي ناقص، ده اللي ناقص يعني الكوره في مصر. صحيح، النهارده الدوري النهارده ماشي منتظم وحاجه جميله ويعني بدانا، انما حته مش هقول لك ان 100% يعني النهارده ما تيجي تقول لي العب انا من غير جمهور، طب ازاي؟ مهما كان الدوري بتاعك ده ايه؟ طالما مفيش جماهير انسى. يعني انا بلعب الجماهير دي بتحرك اي حد. طبعا. وخاصه ان يكون الملعب مليان. طبعا. واديك شفت مثلا الماتشات اللي هي بتاعت افريقيا كان النادي الاهلي ولا ما بيجوا يلعبوا تلاقي جماهير دي بتدي. بس اقول لك حاجه كابتن محمود، بمناسبه الجماهير وحضرتك برضو نتكلم فيها. يعني الحمد لله ان الجماهير بدات ترجع باعداد كويسه في الدوري، مش اعداد كبيره بس مثلا في بطولات افريقيا هتلاقي مسموح ب 30 و50 الف وبقت موجوده. بس حتى في مباريات الدوري لو تفتكر حتى قبل قصه انه الجماهير ما بقتش او ما كانش كان لاسباب انا ممكن ما يبقاش الجماهير موجوده في المدرجات، ايه مثلا ماتش الاهلي مثلا يعني ووادي دجله، الزمالك وانتاج الحربي، استراميه كليوباترا، ما تلاقيش برضو جماهير كتير بيملوا المدرجات حتى لو كانت مفتوحه. الجمهور نفسه ما بقاش يروح المدرجات بسبب السوشيال ميديا، اللي هو انا طب انا اقعد اكتب على السوشيال ميديا وخلاص. السوشيال ميديا بتلعب دور يعني انا شايف ان هو دور سلبي اكتر منه الايجابيه، بتاع ايجابي يعني اكتر منه ايجابي. السوشيال ميديا بالذات يعني بتغير حاجات كتير قوي، ويعني مثلا من الحاجات اللي بسطاني انا دلوقتي بالنسبه للنادي عندنا ان في حاجه اسمها متحدث رسمي. صح، ده يعني يقطع على حاجات كتيره قوي.
اللي بيحصل مثلا الفتن والتعصب الاشاعات. يعني النهارده التعصب النهارده اللي موجود في الشارع المصري ما كانش موجود زمان على ايامنا، ما كانش موجود الكلام ده. يعني بين الجماهير سواء الانديه الاهلي الزمالك اللي بيحصل اللي هو جميل اهلي تقابلك في الشارع بتسلم عليك وبتحبك وجميل. لا ده احنا يعني انا الناس كانت بتشوفنا زمان بنقعد مع بعض وبنخرج مع بعض وبناكل مع بعض وانت فاهم في منطقه يعني في مثلا في ايام على ايامنا كان في كنا في مدرسه الثانويه الرياضيه دي مع بعض الاهلي ومن الزمالك وننزل نروح التمرين. كان مين معاك كابتن محمود؟ لا لا كان معانا فطاحي يعني كان اقول لك انا كان فاروق عفر كريم سلطان حسن درويش الله يرحمه محمود الخطيب مصطفى يونس مصطفى عبده لا 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 يعني حدث ولا حرك كان اسامه خليل كان في مجموعه وكلكم اصحاب وكلنا اصحاب وكلنا من انديه مختلفه وزي ما بقول لك كنا يعني على طول قاعدين مع بعض على طول بنخرج مع فالناس كانت بتشوف الحاجات دي كانت بتقول لك الله طب ما الناس قاعده وحلوه كانت اهالينا يا اخي بتروح الماتشات تتفرج عليها صح صح دلوقتي ما كنتش بتقعدوا مثلا يقول لك ايه ما هو برضه لما يقعد زملكاوي مع اهلاوي هيقعدوا يناكفوا في بعض يعني تبقى قاعد مثلا مع كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبده بتناكفوا في بعض بتهزروا مع بعض بتنفذوا على بعض بتتضايقوا على بعض ولا عادي بعد المباريات كنتوا بتقعدوا تهرجوا مع بعض ولا كده حاجه حصلت؟ احنا قبل ما احنا بنبقى متفقين بعد الماتش هنتعشى فين؟ اصلا طبعا هنتعشى هنروح فين وهنعمل كده مش اللي هو استنى هكسب ولا اخسر اشوف لا لا نخرج على المكسب والخساره التنافس داخل الملعب والتنافس الشريف وكل واحد عايز يكسب ما فيش مشاكل الله انما خلص الماتش خلاص فدي انا عايز اقول ان احنا عايزين الحاجه دي تطلع ترجع تاني التعصب ده ننبذه يعني لازم يبقى الدنيا يعني الناس المسؤوله تلعب على الحته دي حته التعصب مهمه جدا اسالك